بينما هنا فرصة لعرضية ربما تأتي الآن، فرصة لعرضية تأتي الآن. جوردو مررها بهذه الطريقة، وبعد ذلك جول يأتي عن طريق جار بيل معلنا ثاني أهداف العرباوية. تمريرة حاضرة دييغو جاردل، دييغو جاردل، ولكن هنا التأكيد، هنا التوكيو، جول. إنه العزيز، إنه العربي، إنه جاردل يسجل الثالث. يبقى لدينا نعم العربي تنفذ حالي على القائم الثاني كاريكاري. الله بشكل كبير في كل مكان، أرجنتيني يتألق، لكن العربي الآن يهاجم، محاولة، يا الله جول العربي يسجل. إيديفان والصافرة ما هي موجودة، عادت الكرة لمصلحة نادي قطر إلى جارديل على مشار في المنطقة، تسديدة قوية، يعيد العربي إلى الواجهة ويعيد المباراة إلى ملعب حمد الكبير. ذكريات 7-0 السنة اللي فاتت بدأت تظهر. جاردل يصوب، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، إصرار الكبير، كبرياء الكبير، يرد جاردل بتصويبة على طريقة بيسكوليتشي. نعم بيسكوليتشي، فاكرين بيسكوليتشي حبة الكريز الأرجنتينية، النجم الذي يد عبد الرحمن الجاسم حكم اللقاء. مبكرا جدا العربي، العربي يسجل. Escorregou, não chegou no lance. O Avaí insiste, Diego Jardel tá dentro da área, limpou, bateu pro gol. Drama no Avaí, olha o chute pro gol, pegou de rebote, Diego Jardel pro gol! Essa bola, o botão, Diego Jardel na cobrança de ponta! Olha essa bola no meio para a velocidade do Diego Jardel. Tem a chance de marcar o primeiro da trave. Tem a sobra. Gol do Botafogo. É mais até ele que na base. O Jardel trabalha na esquerda. Felipe Afinta mandou cruzado. Gol! Da frente, bola com Anderson, rolou na frente pro Diego, chegando na área com condição, bateu pro gol! للفريق العرباوي في الدور الثاني. الكرة
مرة وتعادل مرة مع المرخية أمامية مساحة جميلة لأحمد فتحي. يا سلام في بعض الأحيان أو سعد ناطق لزيادة العدد. فرصة مش أوفسايد يا ولد. نادي قطر لمسة للأمام لكن الكرة تبعد. جاردل يقوم بأدوار دفاعي والمطلب الحقيقي والأول في هذه المباراة وبالتالي التعادل لن يغير شيء. الله على المرور منتصف الملعب بيسيطر على كرته بشكل ممتاز. جاردل يرسل كرة أقصى الجهة اليمين ليوسف المهم الثلاث النقاط. جاردل يحاول أن يتقدم يسقط ويكسب خطأ رقية من جديد رأسية على اللاعب الوسط دييغو جاردل مصريح في الخطوط الأمامية تجد يعود على أساس يفتح زاوية لعب له. إبراهيم يمرر إلى جاردل دييغو ممكن مجهود فردي ممكن يمرر خطيرة خلاص بانتظار أن يعود النادي العربي خلال شكل حلف مع جاردل اللي معاك كرة دلوقتي. ادي جاردل ايوه كده يا اخي فوق يا اخي عدى الاخي مر عدى فات يوسف ياخدها ترسنوف ياخدها تاني طلال. الهجمة المرتدة فين الى جاردل لو عدى خطر عدى بالفعل واحمد علي معه محمد عبد الرب مقطوع يا محمد الى جاردل شيب قصير لاحمد انتشارهم كويس. ادي جاردل واحد على واحد مع عبد الرحمن العرضية الجميلة جميلة مش ممكن هي لقطة الماضي لكن تعود من جديد لمصلحة النادي العربي. أمامية ملعوبة كاري مرتدة سريعة لمصلحة النادي العربي خطيرة جدا بالأداء اللحظات القليلة الماضية سبعة ثلاث شوط المباراة الأول كرة في محاولة مرور بشكل مثالي لمسلة النادي العربي بمنطقة الجزاء. أوليفيرا صالح اليزيدي تخلصت من أمامه هجمة الغرافة مع السيلية فوز الغرافة في الجولة القادمة. أوليفيرا لاعب الذي لعب مع الأهلي السعودي ولعب مع نجران أيضا في الدوري السعودي وهو قادم من الدوري الروماني لكرة القدم مع نادي في هذه المباراة. طبعا إيقاف سباسيا سوريا فرصة لا تأتي من الجهة اليسرى محاولة قائمة عرضية من يحتفظ بالكرة كثيرا راح يفقدها أكيد ما في شك ذلك. تيم وورك يلعبون تيم وورك. هنا المحاولة الملعب لمسة للأمام يا سلام على التمرير في الجهة اليسرى انطلاقة مردك أحمد فتحي نقل أقصى اليمين جارديل بيحاول كنترول ممتاز جارديل كرة معاه جارديل يتقدم يمر جارديل بيسدد متعة لهم العرباوية خلفان إبراهيم خلفان الذي يغيب للإصابة لكن استنجد المدرب بولد عمه أحمد صالح تمريرة خاطئة سعد ناطق يخلص الكرة الماضية عادت إلى جارديل يمررها إلى يوسف هذه على طول أمامية عند يوسف الرقابة عليه من بلال محمد عملت على طول إلى جاردل حطت تحت رجله بشكل جميل عدى بشكل كويس أصبحت خطيرة. عبد الله علوي قد يصوب لكن أقصى اليسار جاردل في مساحة لأحمد صالح خلفان محاولة نقل داخل منطقة الجزاء هنا استلام والبحث عن تسديد يوسف رمضان خلفان إبراهيم